أقامت المحافظة الشمالية فعالية تحدي الموروث الشعبي على ساحل بوصبح في منطقة الدراز، وذلك ضمن مهرجان قائد وشعب وفرحة وطن برعاية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية. أجواء وطنية وحماسية منذ الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس، تجمع الشبان على ساحل بوصبح التابع لمنطقة الدراز في المحافظة الشمالية، حيث دمج حب الوطن والرياضة في قالب فعالية واحدة بعنوان قائد وشعب وفرحة وطن، برعاية من سعادة محافظ المحافظة الشمالية. انطلق تحدي الموروث الذي يعكس البيئة البحرينية الزاخرة بالفنون والموروثات الشعبية. نحن في الحقيقة في المحافظة الشمالية يعني هذا العام أكدنا على مرتكز ومهم جدا في احتفالات العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في أن احنا نحاول من خلال ترجمة الأعياد هذه من خلال تعزيز وترسيخ الموروث الشعبي لدى البحرين. وإحنا مثل ما نعرف أن البحرين يعني غزيرة في الموروث الشعبي، لذلك أردنا أن ندخل هذا الموروث الشعبي من خلال احتفالات العيد الوطني المجيد. وهنا على سواحل شمال المملكة تحدى شبان الوطن بحب وشغف، إذ سعى كل المشاركين لكسر الرقم القياسي الذي سجل في صباح اليوم، كما أكد المشاركون بأن هذه الفعاليات الرياضية وفي أجواء الأعياد الوطنية والاحتفالات هي بادرة طيبة من المحافظة الشمالية، وقد جمعت الشباب المحترفين والهواة. وايد استانس في من هالفعاليه، اول شيء نتعلم من اللي عندنا من شيء التراث اللي موجود، الشيء الثاني يعني احنا نتحمس كشباب ان نعطي الكل دوافعنا حق هالسوالف ونطلع قواتنا في هالشيء. يعني هالفعاليه من افضل الفعاليات بحكم ان احنا متجمعين يعني بمجموعه واحده، في ناس احنا ما نعرفهم، في ناس كوننا علاقه معاهم، فهاي اللحمه يعني وايد زينه بحكم ان احنا يعني من ضمن الجم. المسابقه صراحه وايد عجيبه، ما اول مره اشارك، العام شاركت طبعا العام كان اعددت لها افضل، بس السنه ما في اعداد، بس بعد جيت اشارك لان المسابقه واجد عجيبه صراحه. وكأي منافسات يخوضها شباب الوطن، اجتمع المشجعون كبارا وصغارا دعما للمتسابقين واستذكارا لرياضات الموروث الشعبي، فيصفقون تارة ويحفزون تارة أخرى، فكان التحدي هو نيل اللقب. يعني نشكر عليها المحافظة الشمالية، محافظة مثل ما شفتوا اسم الفعالية الموروث الشعبي، بتعيد لنا التراث اللي متعودين عليه من زمن أجدادنا وأبهاتنا الأول. أول مرة أنا أشارك وأشوف هالفعاليات الزينة ذي، وإن شاء الله تكون أكثر في البحرين، ما تقتصر بس على أيام. جاي عشان أشجع عيال عمي، هاي من أول مرحلة. والثاني شيء والله أشكر المحافظة الشمالية على هالفعالية، عجبني، إن شاء الله مستقبلا يمكن أشارك بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بهذه المناسبة أحب أهني جلالة الملك على العيد الوطني، ونشكر المحافظة الشمالية على تجمع أهل الشمالية بهذا العدد الهائل. يلا يا أحمد عيسى. قائد وشعب وفرحة وطن في ساحل بوصبح وفي كل شبر من أرض مملكة البحرين، تنتعش مثل هذه المبادرات التي تقوم بها المؤسسات دعما للشراكة المجتمعية وتحقيقا للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. وخير مثال هذه الفعالية الوطنية الرياضية الاجتماعية والتي حرصت على إقامتها المحافظة الشمالية. لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، فيصل حسين.